تجربة القبائل في فترة زهو النادي، وهو من الأسماء الأخيرة في عالي. كرة خطيرة أفريقيا عموما، زعبية، محمد زعبية، وكرة ضاعت. فرصة رائعة للتسجيل، ضاعت على مولودية طهران الذي تابع كرة زعبية، لم يكن متسللا تماما. الحكم محق، وضاعت الكرة وضاعت الفرصة على شعلاوة سفيان. نعم، شعلاوة سفيان أو عبد الحفيظ بن عمارة والدي. طيب، رحاني الهواري، لمسة أرضية ذكية، ماتسينيسا، توزيع. لا 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 لا، غريبة، ضاعت. دياوارا أمام مرمى شاغر يضيع. غريبة يا بادو، غريبة يا دياوارا. لو طلب من دياوارا أن يكون مدافع لمولودية وهران لسجل هذه الكرة في مرمى فريقه. لو طلب منه كمدافع أن يبعدها، خاصة مع خطأ حارس المرمى في الخروج عبد الرؤوف. الشبيبة مع وهران، وكرة جول. لا لا لا، ضاعت يا فرحان، ضاعت على فرحان الهواري. ارتقى وسدد في الشباك الجانبية مدافع المنتخب الأولمبي. طائرة الأيسر، صفقة ناجحة للشبيبة، راسية ممتازة، سلامات. كل فريق ضيع وإعادة للميدان، فرصة التهديف. إعادة الشبيبة في الشوط من الثاني، جانب الحارس هو شوط الأهداف. شوف الكرة التي ويدات جول. غريبة ضاعت، غريبة 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 ضاعت. لمسة أخرى رائعة من ماسينيسا دافني لبولعويدات الذي يضيع أمام شباك شاغرة، ثم مشقان يسدد. وشوف الكرة التي لم ترتد دخولها، آخر مدافع حسونة لم يلمسها بيدي بل بركبتي، لكن تسديدة مشقان عند من توقفت. علي ريال مع عبد الرؤوف نطاش، ريال وبقبضة اليدين الحارس يتدخل. نطاش بقبضة يديه، عنده 45 نقطة. كرة ضاعت على بولعويدات، الثاني عنده 48 نقطة. الشبيبة لا زالت تبحث عن الفوز، وكرة خطيرة. لا 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 يا بولعويدات. بولعويدات يضيع على فرحاني بعدما ضاعت كرته وارتطمت بالعارضة وعادت. شوف الوفاق عنده 44 نقطة. الشوط لكل فريق، فرص بالجملة ضائعة من جانب الشبيبة في هذا الشوط الثاني، مع فرصة حقيقية للتهديف ضاعت على مولودية وهران في الشوط الأول عن طريق عبد الحفيظ بن عمارة، بعدما ارتدت كرة زعبية محمد من يدي الحارس. هذه الفرصة